هنبدأ معاكم جولتنا. وفريق كرة القدم بنادي الزمالك خسر 2-1 أمام نظيره نهضة بركان في المباراة اللي جمعتهم امبارح في ذهاب نهائي الكونفدرالية. فريق نهضة بركان تقدم بهدف بعد مرور 13 دقيقة عن طريق ركلة جزاء قبل أن يعزز تقدمه بهدف آخر في الدقيقة 32، وقلص سيف الجزيري مهاجم الزمالك النتيجة بهدف في الدقيقة 46، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 لصالح نهضة بركان. وفي انتظار لقاء الإياب بين الفريقين في القاهرة لحسم الفائز ببطولة الكونفدرالية. البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب مصر الأولمبي استقر على انطلاق المعسكر المقبل للفراعنة يوم 28 مايو الجاري ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس 2024. النادي الأهلي خاض ميرانو على ملعب التتش استعدادا لمباراة الترجي المقرر لها يوم 18 مايو الجاري بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق الميران للحديث في كافة الأمور الفنية. وأدى لاعبو الفريق اللي شاركوا في مباراة بلدية المحلة بالدوري تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في الميران كاملا واشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة. فريق منتخب السويس حقق الفوز على فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم باستاد بتروسبورت في المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل لدورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز في الموسم المقبل. منتخب مصر لكرة اليد للرجال فاز على المنتخب القطري بنتيجة 30-21 وديا في إطار استعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024. ملك إسماعيل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث توجت بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم المقامة في بلغاريا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول. فريق يوفنتوس تعادل مع فريق سالينيتانا 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإيطالي، وبيحتل ليفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجاري برصيد 67 نقطة، فيما يأتي سالينيتانا الهابط لدوري درجة ثانية أخيرا برصيد 16 نقطة. فريق بايرن ميونخ فاز على فريق فولفسبورغ بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الألماني، وبيحتل بايرن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 72 نقطة، بينما جاء فريق فولفسبورغ في المركز الـ 12 برصيد 37 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لجمعة أنا ومصطفى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا.